نعرف مع بعض برنامج اسمه كولون ديزاين. ده بيوفر لك الوقت والجهد على اساس ما تقعدش تاخد وقت كتير في التصميم او في ان انت تعمل شيك على التصميم اللي موجود معاك. هو مثل ان هو مجاني وموجود على الاندرويد. فاول حاجه بتدخلها اللي هي الاف سي يو اللي هي مقاومه الخرسانه، هنقول له مثلا 250. وبعد كده هندخل ال اف واي اللي هي جهاز الخضوع الحديد، وبعد كده هندخل قيمة الحمل اللي هو البي التيميت، وبعد كده هندخل عرض العمود، وبعد كده هندخل الفاي بتاعت الحديد الرئيسي والفاي بتاعت الكنت، نقول مثلا 12 8 واقول له ديزاين. مش تطبيق ان هو بيدرس جميع الاحتمالات الممكنة بحيث ان العمود يكون عمود مش حيطة خرسانية، وكمان لو القطر بتاع الكنات قليل هيديك رسالة يقول لك ادخل القيمة صحيحة. والبرنامج الناس جربته ويعني بتشكر فيه.